السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام ورحمه. استاذه مها مكاوي زوجة المختفي الاستاذ اشرف شحاتة، عايز اعرف من حضرتك النهارده استاذ اشرف شحاتة يبقى مختفي بقاله كام يوم بالظبط؟ بالظبط بقاله 765 يوم. 765 يوم، سنتين وشهر. سنتين وشهر. طب ايه الاجراءات اللي حضرتك استنفذتيها ولسه ما قدرتيش توصلي لمكان اختفاء جوزك اشرف شحاتة؟ انا عملت كل الاجراءات القانونيه والدستوريه كلها. اخر حاجه بنعملها بيان تضامن، الناس كلها متضامنه فيه بحقه وحق اشرف القانوني والدستوري بالكشف عن مكانه، سواء يطلع من مكان المعتقل او السجن اللي هو فيه او يتقدم للمحاكمه. فالحقيقه في ناس كتير جت، وفي ناس جت وقعت على البيان، وفي محافظات جت، وطبعا وجودهم كان تشريف ليا، واتمنى ان هو يجيب نتيجه كويسه. عندنا النهارده بس في اول يوم للبيان ده حوالي 31 اسم. وحده كم؟ 81 اسم، سوري، 81 اسم متضامن مع استاذ اشرف شحاتة. متضامن ده غير الناس اللي وقعت على الاستماره الالكترونيه، هنعمل بيهم بلاغ ونتقدم تاني للنائب العام. تمام. انا مش يائسه، انا مستمره في كل خطوه قانونيه، كل خطوه سلميه. انا مش بحمل قنابل، انا بحمل ورقه وقلم بتوقعات الناس. من حقنا نعرف اشرف شحاتة فيه. يعني طيب تفتكر استاذ اشرف شحاتة كان مشاغب مثلا، او لسانه طويل، او ارتكب حماقه او قله ادب، وده سبب اختفائه؟ افرض يقدمون محاكمه، عمل حاجه زي كده، يقدمون عليه قضيه تخابر، يقدمون مرسي هو قضيه تخاف، يعاملونا معامله الاخوان ايا كانت القضيه بتاعته، يعاملونا معامله قانونيه ودستوريه. من حقنا نعرف مكانه فين، من حقه هو يكون في محامي معاه، ده ما بيحصلش. طيب اخر سؤال لحضرتك، يعني ايه اللي يخلي زوجة تفضل تدور على جوزها لمده سنتين؟ يعني ما اللي راح يعني. لا معلش، اشرف شحاتة مش اي حد، اشرف شحاتة زوج، ابو ثلاث اولاد، ثلاث اولادي، عشره يوم واحد معاه تخليني ادور عليه العمر